نحن جد سعداء باتفاقية اللي تم التوقيع ديالها بتاريخ 27 أبريل من هذه السنة ما بين المجمع السياحي بني توري تامودابي وجمعية البحر الأبيض المتوسط وشركة مانديس تحت شعار حماية البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي. هذه المبادرة تدخل في إطار المسؤولية في إطار توجهات استراتيجية لشركة مانديس بالخصوص التنمية المستدامة وحماية البيئة. اليوم قمنا بتفعيل البنود ديال هذه الاتفاقية وبالخصوص قمنا بعملية شجير اللي كي واحد النوع ديال الأشجار تاماريكس طبقا ووفقا لواحد الدراسة اللي قمنا بها من طرف مختصين. هذه المنطقة اللي عرفت واحد تدهور والحمد لله الآن قموا بإعادة ترميم ديالها. إضافة لذلك اغتنمنا هذه الفرصة بإشراك مع الأطفال والتلاميذ في هذه العملية أولا لتحسيسهم بهذا والمعرفة بالتنوع البيولوجي ونقوموا كذلك بزيارة ديال المحطة معالجة المياه العادمة اللي كنقوم بها بسقي المساحة الخضراء ديال الساحل الشاطئي وكذلك مدينة تطوان. السلام عليكم، ليلى أحمد مسؤولة عن جمعية البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية بتطوان. اليوم حنايا في هذا الموقع كيتسمى مارج نيغرو بمنطقة العليين كنقوم بعملية تشجير أشجار التماريكس في إطار الشراكة اللي كتجمع بين شركة أمانديس وفندق بانيانتري والجمعية وبمشاركة تلاميذ مدرسة سيدي دريس بتطوان وذلك غير باش لتحسيس هاد الأطفال بالغابة وبالمحافظة على الأشجار والبيئة. وشكرا.